أطفال في أبهى حلة بملابسهم الجديدة وألعابهم يحتفلون بعيد الفطر، وهناك من لا تكتمل فرحته إلا بالتقاط صورة لتوثيق لحظات يرى من خلالها الأباء والأمهات تجليات العيد في فرحة أبنائهم عند المصور. كان إقبال والناس راهي محافظة على الصورة هذه باش يخلوها الأجيال اللي يكونوا مراهم، وكان اللي راهم كانوا جاوا مع الوالدين تاعهم ودركا هما راهم يجوا أولادهم دركا يجيبوا أولادهم بعد. هذه عادة احنا توارثناها على الوالدين تاعنا، كي كنا صغار كانوا يجيو يصورونا ونفرحوا بالتصاور، هذه كان نسيو نحافظوا عليها مع أولادنا، نسيو كل عيد إن شاء الله نجيبوهم نصوروهم وتقعد كتذكار وسوفينير إن شاء الله. هواتف ذكية وأجهزة تصوير متطورة لم تمنع العديد من العائلات من التوجه إلى استوديوهات التصوير الفوتوغرافي التي تشهد حركية خاصة في الأعياد. التليفون ماشي كيف كيف، لا لا ماشي كيف كيف. الصورة كي نجيو عند فوتوغراف عندها شهر مع دراري صغار، هما يستناو هذاك النهار وقتاش نجيو نتصوروا، وهذيك لا فوتو يستناوها باش يشوفوها ثاني. دونك كاين فرق بين الصورة عند الفوتوغراف وعند التليفون. كي تكون الصورة ملموسة في اليد احسن من تكون في الهاتف، لان الهاتف ما يقعدش السوفينير تاعو ما يقعدش. لصور العيد دلالة معنوية خاصة، صور يتم الاحتفاظ بها للأيام والأجيال كذكرى توثق اللحظات السعيدة.